انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ احنا نقدر ندخل اي مكان ونخرج منه عادي عادي عادي. وعايزين مني ايه؟ ولا وانا خلاص يالا، ما هو قال لك يالا انت غبي، عايزينك تخرج من دعاء اختنا. دعاء مين؟ اختنا. اختكم؟ ايوه. انا اسف جدا. اتفضل 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 اتفضل. انا بعتذر جدا عن اللهجه الشديده اللي انا كنت بتكلم بيها. انا اسف جدا يا عمي. بلا عمك بلا ابنك، لخص. انا عايز اقول لحضرتك ان انا فعلا بحب دعاء وما اقدرش استغنى عنها. ايوه بس انت عفريت وهي انسانه، ما تركبش يعني. انا عارف انها ما تركبش، بس انا محوش قرشين وهسافر لبنان واعمل عمليه وابقى انسان. ايه ده، هم في لبنان بقوا يعملوا العمليات دي كمان؟ اه ده في ناس كتير عاملين العمليه دي وعايشين وسطكم وانتم مش حاسين بيهم. زي مين يعني؟ زي قصقص وحمدي المرغني ونص بتوع مسرح مصر. ايه بس اعتقد حمدي المرغني ما عملش العمليه دي. حمدي عملها وفشلت. اقسم بالله انا قلت ان وشه ده مش وش بني ادم ابدا، ده بيطلع قدامي على التلفزيون في مسرح مصر بحس ان انا بتفرج على فيلم رعب. انا عايز اقول لك يا عمي ان انا هعيش دعاء عيشه انسانيه سعيده جدا. على فكره بقى فخر، انا بدات اقتنع بيه، بس ما تزعلش مني يا خالد. اتفضل. واضح ان مستواك الاجتماعي اقل مننا شويه. ايه ده؟ هو اللي فارق معاك مستواك الاجتماعي بس؟ طب على فكره بقى مستواك الاجتماعي ارقى مننا بكتير، احنا شحاتين. انا عايز اعرف حضرتك بس ان انا املك شقه 150 متر 3 غرف، ده اول حاجه. تاني حاجه عندي فكره مشروع تاكلنا الجمر، الا وهي محل لبس. ايه ده، بناطيل وتيشيرتات وكده؟ لا يا فندم، محل لبس، لبس بني ادمين. اه يعني اللي بيخش بيتلبس؟ بالظبط. على فكره بقى فخر، انا اشتريت، هو ده العفريت اللي اقدر اطمن على اختي معاه. بص يالا، احنا ما عندناش بنات للجواز، وهتخرج منها يعني هتخرج منها. طلبك انت اللي مرفوض يا عمي، وانا اسف جدا. المقابله انتهت عشان عندي شغل، وعايزك تبلغ دعاء رساله انها لو قررها ان هي فعلا تسيبني انا هسمع تواشيح واتحرق واللي يحصل يحصل. انت ايه يا اخي؟ ايه؟ شفت عملت ايه في اتنين بيحبوا بعض؟ خلاص يا فخر، اسف 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 يا فخر.